بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الغزالي: كتاب العلم وفيه سبعة أبواب. وفيه سبعة أبواب فيها مجاز، لأن فيه هنا مجازية، لأن الكتاب ليس له احتواء ولا المظروف له تحيز، اللي هو المسائل ملهاش تحيز. تحيز يعني ليها حيز في الفراغ كده، لا ملهاش تحيز، مش زي جسمي والمزج. فده يبقى عامل ايه؟ قال ده فيها استعارة تبعية تصريحية. ازاي؟ قال شبه مطلق ارتباطي دال بمدلول بمطلق ارتباطي ظرف بمظروف، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية في الحرف ده. يبقى إذن البلاغة بقى هنا تتدخل، شبهة مطلق ارتباط، في حاجة مرتبطة بحاجة، دال بمدلول، ما هو الكتاب بيدل على معاني ألفاظ، بظرف ومظروف، زي الرجل في المسجد، ارتباط ظرفي. فشبه الدال والمدلول اللي بين الأبواب وبين الكتب كما بين الشخص وما بين المسجد، ظرف ومظروف، فصار التشبيه من الكليات دي إلى الجزئيات على سبيل الاستعارة التبعية مش الأصلية التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به في الحرف، لأن الحرف شأنه كده. طيب الله، دي حدوتة بقى، يمسكك هنا ويعيشك شهر. أنا مش عايشك شهر عشان ما تزهوش، عشان تيجوا تاني يوم. إنما لما تسمع كده وتعرف إيه الحكاية قمت تقول لا ده الحتة دي نقصاني، فما تتجرأش في دين الله على اللي أنت ما أنتش عارفه، تاخد بالك؟ يقول لك الله ما المشايخ دول بيعقدوها، لا دول بيعلموك. طب أنا مش قادر أتعلم، قالوا ما تتصدرش بقى، أدام ما أنتش قادر تتعلم ما تتصدرش كده، وتواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه. لكن اللي بيقول ده أنا عالم كده هو ما يرفعوش ولا حاجة. نحن بنقول لك اتعلم وانت مش راضي تتعلم، فما بالك. فقال إن وفيه سبعة إيه؟ أبواب. الباب والكتاب. كتاب جملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب، والباب جملة مختصة من العلم تشتمل على فصول، والفصل جملة مختصة من العلم تشتمل على مسائل، والمسألة مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. مطلوب خبري يعني جملة مفيدة. يبقى الجمل المفيدة لما هنرصها تحت بعض تعمل لنا فصل، الفصول تعمل لنا باب، الباب بالأبواب يعملون كتاب. الكتاب بتاع العلم سيدنا هيقول لنا فيه سبعة أبواب. والباب مذكر ولا مؤنث؟ قال لا، تعرف مذكر ولا مؤنث باسم الإشارة، بتقول هذا باب ولا هذه باب؟ لا هذا باب، يبقى مذكر. يبقى العدد من 3 إلى 9 عكس على طول، وقال لك من 3 إلى 10 إلى 10 تيجي مفردة بحاجة ومركبة بحاجة تانية، فمن 3 إلى 10 تبقى عكس 10 المفردة، يبقى 7 من 3 إلى 10 يبقى 7 أبواب. فيه 7 أبواب، ما تقولش 7 أبواب. ليه؟ قال لأن باب هو عبارة عن إيه؟ باب ده جمع، باب جمع أبواب،
فباب مذكر يبقى سبعة مؤنث. طب أبواب ما هي مؤنثة، هذه أبواب. قال لك كل جمع مؤنث، ولذلك مش هتكتشف حقيقته لما تبص للكلمة الجمع تلاقي كلهم مؤنثين. ولذلك الزمخشري كان يقول لما هددوه مرة بالقتل: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فراح يعني خلاك تحفظها، كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث، ده دي قاعدة. بيوت، أبواب، مساجد، كلها مؤنثة. طب هتكتشف ازاي اذا كانت مذكر ولا مؤنث علشان العدد؟ هنطقه بالت ولا لا؟ اجيب المفرد. يبقى لما تجيب المفرد ده يبقى من الكواشف، بتكشف حقيقتها، انك ترد الكلمه الى المفرد. يبقى هنا سبعه ابواب. ليه؟ لان باب مذكر. يبقى فيها عرفنا الكتاب يعني ايه، عرفنا باب يعني ايه، عرفنا فصل يعني ايه، عرفنا مسألة يعني ايه، عرفنا حكم من احكام العدد، وعرفنا كمان اللي هو الكواشف، ان في حاجة بتكشف لنا حاجات. نقول بقى الباب الاول، تفضل. الباب الاول في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل. اجري البلاغة فيما سمعت، يجي لك في الامتحان كده الشفوي. الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم. الباب الأول، الباب خبر لمبتدأ محذوف، ما دي خدناه، مش خدنا كتاب العلم قلنا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا الباب الأول. طيب، أو الباب الأول فيه، ده اسمها الترجمة الكاملة. يبقى الباب الأول يبقى مبتدأ. لما نقول الباب الأول ونسكت كده يبقى نقول خبر لمبتدأ محذوف. أما لو قلنا الباب الأول فيه، ده هنا جملة مفيدة، يبقى الباب الأول مبتدأ وفي فضل العلم الخبر بتاعه. الباب الأول فيه فضل العلم، شبه مطلق ارتباط دال بمدلول بمطلق ارتباط ظرف بمظروف، فسار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية في الحرف. وانت كل مرة تقول لنا كده مش هتغير رأيك؟ لما هو دي بتتحفظ، تتحفظ وتتفهم وتتعمل وكل حاجة ويرسموها لنا عبال ما نحفظ. إنما لو سمعتها كده من غير فهم يبقى كأن احنا بنقول لغة صيني ولا ياباني ولا أي حاجة، مش فاهمين حاجة. طب وده يفيدك في إيه؟ يفيدك في فهم القرآن. ما لما تيجي تقرأ القرآن وتقرأ السنة تعرف هو في استعارة هنا، هو ده مجاز، هو ده حقيقة، هو ده كذا، علشان تبني الأحكام على ما سمعت وتبقى بعمق. ولذلك المسلمون خدموا القرآن والسنة جدا، فألفوا النحو، وألفوا الصرف، وألفوا علوم البلاغة الثلاثة، وألفوا أصول الفقه، وألفوا الفقه، وألفوا الدراية والرواية، وألفوا خدمة للكتاب والسنة. لازم تتعمق في الكلام ده علشان لما تيجي تقرأ الكتاب يبقى عندك ملكة عربية صحيحة. تفضل. فضيلة العلم شواهدها من القرآن، قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. فهذا هو فضل العلم، والعلم هنا مطلق، إما أن يكون علما بالأكوان أو يكون علما بكتاب الرحمن. يعني العلم قد يكون موضوعه كتاب الله المسطور اللي هو القرآن، أو كتاب الله المنظور اللي هو الكون اللي حوالينا ده. العلم طب ومين الآن العلم عام كده؟ كلما قلت القيود كثر الموجود. يعني لما أقول لك روح هات لي راجل، راجل كده، قمت روح تجيب لي أي راجل، أجنبي، مصري، عربي، إنجليزي، طويل، قصير، أسمر، أبيض، ما فيش حاجة، مفتوح. لكن لو قلت لك هات لي رجل مصري، دقيق قال لي بقى، لأنه هيطلع إيه؟ كل اللي مش مصري، طويل، دقيق تاني، هيطلع كل القصير، أبيض، هيطلع كل الأسمر، وهكذا. كبير في السن يبقى إذن هيطلع الشباب. الله، أنت كل ما بتجيب قيد كل ما إيه الدايرة بتضيق بتاع الاختيار، وكل ما تحذف قيد كل الدايرة ما توسع. فراحوا عاملين القاعدة دي، كلما قلت القيود كثر الموجود، وكلما زادت القيود قل الموجود. طيب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ربنا بيقول كده، يعلمون ايه؟ او ما قالش، قال يعلمون. يطرى الفقه ولا اللغة ولا التاريخ ولا الهندسة ولا الطب ولا الفلك؟ اي حاجه، جايب اي حاجه منين؟ ما هو قلت القيود. لو كان قال قل هل يستوي الذين يعلمون دين الله، ايوه ده قيده، ده جاب قيد، والذين لا يعلمون يعني دين الله، ساعتها يبقى في اكتفى، اكتفى بالقيد هنا عن هنا. لكن ما عملش كده، قال ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، في نقيد بقى مفيش، يبقى إذن العلم يشمل كل حاجة. والذين لا يعلمون إيه ده؟ يعني الكلام اللي بنقوله والقيود والموجود ده ليه أثر في فهم الكتاب، وهيترتب عليه فهم العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللي هم مين؟ علماء ايه؟ علماء الفقه ولا علماء الحديث؟ علماء الدين ولا علماء الدنيا؟ علماء الكون ولا علماء الروح؟ ولا علماء ايه بالظبط؟ كل حاجة. ولذلك الراجل لما جه كل ما يتبحر في الطب كل ما يقول سبحان الله، لا اله الا الله، ايه ده؟ ده جسم عجيب غريب، لا يمكن ده يكون صدفة. فراح مؤلف كتاب في 3 مجلدات اسمها الطب محراب الإيمان. يعني عايز تبقى مؤمن قوي اتعلم الطب. ولذلك الطبيب المسكين ده اللي هو تايه ومش عارف حاجة، ده بيبقى ملحد. ليه؟ لأنه ما شافش الإيمان، لكن اللي لاحظه وخد باله منه راح وصله على طول لربنا، وهو طبيب جراح. سبحان الله، الطب محراب الإيمان. التفتوا يا إخواننا، هو بيقول كده في الكتاب، بيقول التفتوا انتوا كل الحاجات دي وبعدين تقول ما فيش ربنا ازاي؟ او ما انتش متأكد من وجود الله ومن انه قادر؟ ده احنا بنبقى يأسنين. ويحيي الله العظام وهي رميم.
وبنبقى متأكدين والراجل بيموت تاني يوم. فإن لله وإن إليه راجعون. إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله. شافها شافها بعينيه في الطب. فالطبيب المؤمن ده حاجة حلوة قوي. والطب بيخليه إيه؟ بيؤمن بالله بعمق. وما تعرفش الطبيب المؤمن ده هو ما تعرفش تكفره تخليه يكفر؟ لا ما تعرفش، لأنه شاف بعينيه. ها كقول القائل يقول إيه؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يبص للعصفورة يقول لا إله إلا الله. الله اقبل العصفورة. أيوة دي حاجة تجنن. العصفورة وهي بتطير بجناحي كده ده دال على وجود الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.